قلت مرة لجزيرة، قناة الجزيرة القطرية، لما سألوني عن الربيع العربي، هل في الجزائر لكم ربيع عربي جديد؟ قلت لهم تخطئون التقدير يا علماء الجزيرة ويا محللي الجزيرة، لكم في الجزائر خصوصية ولكم في الجزائر استثناء لا تجدونه في أي بلد عربي عاش الربيع والربيع. فقال للصحفي يا أستاذ وما هي هذه الخصوصية؟ قلت له أبحث في كل الدول العربية والتي نقدرها كلها ونجلها ونحترمها، لا تجدون مليون ونصف شهيد إلا في الجزائر، إلا في الجزائر. أوليست هذه خصوصية تلفت الانتباه؟